الطابة، يومكم مشاهدينا وأهلا بكم في برنامج منشأة الصحافة وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها أبرز عناوين الصحف المحلية والعالمية بعد الفاصل. مشاهدينا أرحب بضيفي عبر السكايب الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري. دكتور صباح الخير. أهلا صباح الخير حياك الله. إذن مشاهدينا نبدأ صحافتنا المحلية. النهار تعنون الغلاف، لقاء إيجابي للغاية بين سمو رئيس الوزراء وكتلة 16 النيابية، عفو خاص في الأعياد الوطنية، توافق حكومي نيابي على تعديل النظام الانتخابي وحماية الحريات. وفي صحيفة الأنباء تعنون المانشيت، الخالد يحيط مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية لاجتماعه مع النواب وتشكيل فريق عمل حكومي يتكون من الوزيرين الحريص والكندري ومحللين جديدين في الحكومة الجديدة، إقرار قوانين أساسية في أول جلسة. وعلى الخط نفسه جاء عنوان غلاف الجريدة، فبراير ومارس انفراجة سياسية، عفو خاص يتزامن مع الأعياد الوطنية، والصوتين والحريات بأول جلسة في الشهر المقبل، أجواء إيجابية في لقاءات رئيس الوزراء بالكتل النيابية وأعضاء المجلس، 16 الخالد التزم بالموافقة على مطالبنا، سموه عرض على النواب المشاركة في التشكيل الجديد، الحريص فريق حكومي نيابي لإقرار قوانين الجلسة المقبلة. ومن عناوين صحيفة الكويتية، هنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي بالاحتفالات الوطنية، وزير الإعلام استراتيجية العمل التطوعي نقلة هائلة، الإعلان عنها تزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية. وعلى غلاف الرأي، الكويت تطلب كميات إضافية من اللقاحات ولا إصابات جديدة بالمتحور، تحت هذا العنوان تكتب الرأي، مع وصول الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا إكسفورد إلى الكويت فجر أمس الاثنين، يتوقع أن تبدأ وزارة الصحة بتقديم الجرعة الأولى منه للمواطنين والمقيمين حسب المواعيد المحددة عبر مركز الكويت للتطعيم في منطقة مشرف، على أن يتم بدء التطعيم قريبا في مراكز أخرى شمال وجنوب البلاد تسهيلا على الراغبين بتلقي اللقاح. وأكدت مصادر مطلعة على الرأي أن الكويت طلبت جرعات إضافية على الحصة السابقة المؤمنة من اللقاحات والتي تبلغ 5.7 مليون جرعة بهدف تأمين حصة تعزيزية تكون جاهزة حال استدعة الحاجة لاستخدامها، بما يمكن معه تفادي أي تحديات في ظل الطلب المتزايد على اللقاحات. مشاهدينا منشأة الصحافة مستمر وفيه بعد الفاصل أبرز عناوين الصحافة الأجنبية. نيويورك تايمز تسلط الضوء على الانقلاب الذي نفذه العسكر في ميانمار، وتعنون زعيمة ميانمار داونغ سانغ سو كي اعتقلت وسط انقلاب، تم تعليق الاتصالات وتعطيل الرحلات الجوية، حيث تولى الجيش السلطة من حكومة المنتخبة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام. شن جيش ميانمار انقلابا أمس الاثنين، واعتقل الزعيمة المدنية للبلاد داونغ سان سو كي وكبار مساعديها في مداهمات في الصباح الباكر، واستولى على السلطة من حكومة تأسست قبل 5 سنوات فقط، تكتب نيويورك تايمز التي تنقل عن مسؤولين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية تأكيداتهم هذه الأنباء. وتم نقل السلطة النهائية إلى قائد الجيش الجنرال مين أونغ هيلينغ، تلفت نيويورك تايمز.
دكتور، يعني ما مدى خطورة هذه الخطوة أو الأحداث من انقلاب واعتقال زعيمة ميانمار، وما تبعاتها على علاقة ميانمار في الخارج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الأحداث التي شاهدناها في ميانمار الحقيقة وانقلاب عسكري أطاح طبعا بالرئيسة لهذه الدولة، وتم اعتقالها ومجموعة آخرين معها، وحدث تصعيد كبير جدا في انقلاب عسكري، وطبعا تم الآن الاستيلاء على هذه السلطة. ونعرف الحقيقة أن مثل هذه الأمور يعني لا شك ستكون لها ضرر كبير جدا على الدولة وعلى الأمن والسلم، وكذلك طبعا لا شك الحقيقة كما شاهدنا هناك يعني رفض تام لمثل هذه الإجراءات واستخدام القوة واحتجاز الرئيسة ومجموعة آخرين معها والاستيلاء بالقوة. ومن ثم الحقيقة نتوقع أن تكون هناك تداعيات كبيرة لهذا الموضوع وردود فعل كبيرة جدا من الدول العالمية المختلفة، كذلك منظمة طبعا الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المختلفة، ومن ثم سينعكس ذلك طبعا على طبيعة العلاقات الدبلوماسية والتحركات نتيجة لهذا التغير السياسي الكبير، والذي يعني العالم ينتظر ماذا سيحدث في هذه التداعيات أو إعادة الشرعية مرة أخرى للرئيسة السابقة، أو ما سيحدث طبعا من انقلاب وتوجهات جديدة من خلال السلطة والرئيس الجديد، الذي طبعا ينتظر ماذا ستكون عليه الأحداث وتداعيات المستقبلية. إذن هناك يعني تغير كبير جدا في ميانمار الحقيقة، ويعني حدث هذا الانقلاب وهذا التحرك الذي يعني لم يأخذ بالأساليب الصحيحة في المفاوضات وإيصال الآراء أو المطالبات المختلفة، ويجب ألا تتعدى إلى مثل هذا الإجراء الذي يعني شوهد الحقيقة يعني تنديد كبير جدا في العالم بهذه الأحداث، والتي ننتظر حدوث التداعيات المختلفة والانعكاسات المستقبلية على طبيعة هذا الصراع والقدرة على احتوائه وإعادة الشرعية مرة أخرى. كل هذه الأمور طبعا متوقع أن ننتظر ما ستؤول إليه الأحداث بعد هذا الاستيلاء وطبيعة ردة فعل العالمي، وهل سيتوصل الأمم المتحدة والجهات طبعا الرسمية وكذلك العالم من إعادة الأمور لنصابها، أم أن هناك تغيرات جديدة قد تحدث نتيجة لتغير الفكر وطريقة العمل، ومن ثم يعني الكل ينتظر طبيعة التغيرات والأحداث القادمة. ولا شك أن مثل هذا العمل يعني عليه طبعا تنديد كبير جدا، ولا يرغب في مثل هذه الإجراءات التي تستخدم القوة وتنعكس سلبا على يعني هذا الموقع وغيرها من المواقع الأخرى في العالم. نعم. صحيفة الجارديان رصدت ردود الفعل الدولية من انقلاب ميانمار وعنونت بالعريض: انقلاب ميانمار، انقسمت الولايات المتحدة والصين ردا على استيلاء الجيش عليها. الولايات المتحدة تدعو الجيش للإفراج عن أونغ سان سوكي بينما تراقب بكين الأحداث. أدانت الولايات المتحدة الانقلاب العسكري وتعليق الديمقراطية في ميانمار، ولاحظت الصين ذلك حيث انقسم العالم على أسس يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير حول الأهمية التي يعلقها على الديمقراطية الفتية. أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي الذي يواجه أول أزمة كبيرة له منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي أعرب عن قلق الولايات المتحدة وانزعاجها الجسيمين، ودعا القادة العسكريين في ميانمار إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين المدنيين بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سوكي واحترام إرادة الشعب كما تم التعبير عنها في الانتخابات الديمقراطية في 8 نوفمبر. وقال إن الولايات المتحدة وقفت إلى جانب شعب ميانمار في تطلعاته إلى الحرية والديمقراطية والتنمية. على النقيض من ذلك، أشار المتحدث باسم الشؤون الخارجية الصينية إلى الانقلاب ورفض مناقشة ما إذا كانت الصين التي لها مصالح كبيرة في النفط والغاز في ميانمار قد حذرت من مثل هذه الخطوة، عندما التقى وزير الخارجية الصيني بقيادتها العسكرية الشهر الماضي بعد الهزيمة الثقيلة، تكتب الجارديان. دكتور، ما حسابات نقول الصين في هذه الأزمة وما أبعاد موقفها؟
من الواضح الحقيقة أن ردة الفعل الأمريكي كانت تنديد كبير جدا ومطالبة بإطلاق سراح رئيسه، وكذلك إعادة الأمور إلى نصابها وإنهاء هذا الانقلاب العسكري بتصريح رسمي من وزير الخارجية نتيجة لهذه التداعيات الخطيرة التي ترفض الولايات المتحدة مثل هذه الإجراءات لتستخدم القوة، والتي قد تنعكس طبعا على ميانمار وكذلك على كثير من قضايا السلم والأمن في العالم. ولكن على النقيض شاهدنا الصين موقفها لم يعني يظهر بالمظهر الذي يجب أن تكون عليه من خلال تنديدها بهذا الإجراء واستخدام القوة، وإنما نجد أنها يعني اهتمت في الجانب الاقتصادي والمصالح الاقتصادية الصينية في قضايا النفط والغاز، وبالتالي استأثرت البقاء قليلا للانتظار ما ستؤول عليه الأمور، لأنها لا تريد أن تخسر الطرف الذي حصل على الرهان الآن بعد أن تولى يعني المناصب أو العمل في الدولة الآن، اللي هو طبعا الرئيس الخاص بالانقلاب العسكري الذي تم، خوفا على مصالحها الاقتصادية أو أي تداعيات لاستمرار هذه المصالح حتى لا تقف مع طرف إلى طرف. من ثم هنا حكمت المصالح التجارية والتخوفات من الاستمرار في استيلاء السلطة الحالية والاعتراف الرسمي ومسيرتها على هذه المصالح، ومن ثم نجد أن هناك حالة انتظار وترقب خوفا على هذه المصالح التي للأسف طغت على الجانب السياسي وعلى الموقف الحقيقي الذي يجب أن تقف عليه الصين، كما وقفت أمريكا، وكذلك التنديد من دول في العالم كثيرة باعتبار أن هذا انقلاب رسميا وفيه استخدام قوة وعلى سلطة رسمية لا شك أنه غير مقبول في عالم اليوم. ولكن نجد أن الصين هنا تقف موقف واضح من الاحتكام للمصالح الاقتصادية على حساب المصالح السياسية، أو موقف روسيا كدولة يعني من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تجاه قضية فيها انقلاب عسكري. للأسف يعني هذا ما ظهر، ويعني أعطى موقفا مغايرا لما يجب أن تكون عليه الصين في مثل هذه المواقف التي تكون فيها انتزاع السلطة بالقوة. نعم، إذن يبقى الانقسام واضح بين الولايات المتحدة والصين في موضوع استيلاء الجيش على ميانمار. مشاهدينا، التايمز البريطانية رأت في أحدى افتتاحياتها أن جو بايدن سيجد صعوبة في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وتركها آمنة. أدى القتل الوحشي لقاضيتين في أفغانستان إلى زيادة مخاوف الكثيرين في ذلك البلد المظلل من أنه لن تكون هناك أبدا نهاية للهجمات المسعورة على أولئك الذين يحاولون إخراجها من بؤسها إلى مستقبل أفضل. تعلق التايمز: قتل العشرات من أعضاء البرلمان والصحفيين وقادة المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان وشخصيات ثقافية على أيدي قتلة طالبان الشباب المصممين على تخريب أي تسوية سلمية في الأشهر الأخيرة. حتى مع انتهاء محادثات السلام مع الأمريكيين تصاعدت وتيرة عمليات القتل، تكتب التايمز. دكتور، يعني هل يعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان خطأ استراتيجيا، يعني بالنظر إلى أنه يترك البلد على فوهة بركان العنف؟ وهل تتوقع من بايدن التريث في سحب القوات، أم أنه سيمضي قدما في هذا التوجه؟ أفغانستان تعاني الحقيقة يعني منذ أمد بعيد صراعات داخلية وقوة يعني وتجمعات وميليشيات، ونعرف الحقيقة دور طالبان في قضايا كثيرة، منها قضايا قتل وقضايا يعني اعتقالات واسعة وأمور تحدث داخل هذا المجتمع مما يهدد الأمن الداخلي، وكذلك هذا أيضا مهدد للقوات الأمريكية وللمصالح وكل ما يعنى في هذه الدولة للدول الأخرى من تعرض يعني أبنائها الموجودين أو المصالح المختلفة. إذا الآن جو بايدن أمام يعني قضية حاسمة في أن يسحب هذه القوات خوفا على
يعني هؤلاء طبعا الأمريكيين وتعرضهم لاعتقالات أو هجوم كاسح من قبل هذه الميليشيات كحركات شباب طالبان وغيرها، وبين ترك هذه البلد أيضا مصيرها مجهول وقد تكون لها تداعيات كبيرة وإخلال بقضايا أمنية على مستوى المنطقة، مما قد يسبب كوارث ومشاكل متفاقمة تعوق استقرار هذه الدولة. إذا الآن جو بايدن أمام هذا الملف يتدارس كيف يتعامل معه. من المتوقع أن يتريث جو بايدن قليلا، قد يقوم بعملية تعزيز يعني الحفاظ الأمني أو القوة الأمنية على هذه القوات والمصالح الموجودة، وقد يتم تقليل الأعداد إلى الدرجة البسيطة الممكنة حتى يعني لا تتعرض أعداد كبيرة إلى مخاطر داخل أفغانستان، ويرى طبيعة التغيرات التي تحدث في المجتمع. ولكن يبدو أن هناك أيضا ضغوط على جو بايدن، ونعرف توجهات الديمقراطيين في الاهتمام يعني في الجانب الخارجي أو تعريض المصالح الأمريكية وكذلك الجنود الأمريكيين إلى مخاطر. إذن هو الآن أمام حسابات قد تؤدي به إلى وجود حد أدنى من الأفراد والحماية وارتقاب الموقف، ولكن لا نتوقع أن يقوم بعمليات السحب الكلي الآن، لأنه قد تكون لها تداعيات كبيرة في المستقبل على مخاطر محتملة على المنطقة وعلى العالم إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن. مشاهدينا، ننتقل إلى صحيفة الواشنطن بوست ونقرأ هذا العنوان: عشرات البلدان ليس لديها خطة لتطعيم اللاجئين، هذا الأمر قد يعرض الجميع للخطر. من بين 133 دولة تمتلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معلومات عنها، انتهت 81 دولة من استراتيجيات التطعيم الخاصة بها، و54 دولة فقط تضمنت أحكاما صريحة لتغطية السكان المعنيين مثل اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليا، تلفت البوست. ويحذر المدافعون عن اللاجئين من أن الفشل في تضمين هؤلاء السكان الضعفاء والذين يعيش الكثير منهم في ظروف مزدحمة وفقيرة يقوض في النهاية جهود الدولة لوقف فيروس كورونا. القانون الدولي يجعل الدول المضيفة مسؤولة عن الرعاية الصحية للاجئين وطالبي اللجوء داخل حدودها، تكتب الواشنطن بوست. دكتور، ما مدى أهمية تعميم اللقاح على الجميع، يعني بمن فيهم اللاجئين لاحتواء كورونا؟ نعرف الحقيقة حسب القانون الخاص باللاجئين أن هناك يعني بعض الجوانب المهمة فيما يتعلق بالعلاج وقضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان، كونه أن هذه الدولة قبلت اللجوء لهؤلاء الأفراد، وبالتالي يجب أن يحظون بهذه الرعاية وهذه الجوانب التي تكفلها الدول لهم حسب القانون. ولكن ما نشاهد الآن بسبب لقاحات كورونا وضغط كبير جدا على الشركات المصنعة ويعني شح في عملية أعداد اللقاحات الكافية، وبالتالي بدأت بعض الدول بإعطاء الأولوية والاهتمام لمواطنيها أولا، وتركت هؤلاء، ومن ثم شفنا موقف المفوضية العالمية للاجئين تطالب هذه الدول بتطبيق هذا القانون وبإعطاء الاهتمام لهؤلاء الأفراد باعتبار أنهم الآن أصبحوا جزء من هذا المجتمع وتم قبولهم وفقا للأعراف والقوانين الدولية، وبالتالي يفترض أن يشمل اللقاح هؤلاء الأفراد، ويجب أن يعطوا أيضا اهتماما باعتبار أن الرعاية الصحية هي قانونية مثبتة في حق اللجوء. يجب أن لا تتغافل الدول عن هذا الدور وتنسى هؤلاء الأفراد، لكن نحن نعرف أن يعني تناسي هذا هي أولويات تقوم بها الدول بإعطاء مجموعات معينة من الأفراد أولوية حسب طبيعة اللقاح وحسب طبيعة العمر وأمور كثيرة. قد ترى الدول
يعني فيها أولويات معينة حسب الحالات الصحية، ولكن هذه المطالبات ستشكل ضغوط كبيرة جدا على الدول التي قبلت هؤلاء الأفراد اللاجئين، وكذلك المفوضية اللاجئين وغيرها من الوسائل التي أصبحت الآن تطلب التزاما دوليا من هذه الدول بأن تشمل اللقاحات كل هؤلاء الأفراد، وأن يكون هناك برنامج زمني واضح بأنها لن تتخلى عن التزاماتها في تقديم الرعاية الصحية، ومنها هذه اللقاحات لجميع اللاجئين وإعطائهم حقوقهم الإنسانية الكاملة تجاه هذا الوباء العالمي. وهذا يعني ما يشكل ضغط قد فعلا تجعل هذه الدول تنصاع لذلك، ولكن قضية أولويات والوقت هذا سيكون يعني حسب مجريات الأحداث وأعداد اللقاحات المتوفرة لدى هذه الدول. بالفعل من حق اللاجئين المتواجدين في هذه الدول الحصول على اللقاح كحال المواطنين، خاصة وأن القانون الدولي يقف معهم. مشاهدينا، إلى مقال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. مقال اليوم من صحيفة لوموند الفرنسية، التي رأت أن الإليزي يريد معالجة مشكلة تأثير الدول الأجنبية على عبادة المسلمين في فرنسا، ومع ذلك فإن وسائله للتغلب على المزالق محدودة للغاية. إنها شكوى تعود عندما يتعلق الأمر بتنظيم عبادة المسلمين في فرنسا، يتم تطفلها من خلال تدخل دول أجنبية، حيث أصبح من الضروري تلبية الاحتياجات الروحية للمهاجرين المسلمين، تلاحظ الصحيفة الباريسية. في الجزء الثاني من القرن العشرين اعتمدت الحكومات على دول منشأ معينة مثل الجزائر، المغرب، تركيا للإشراف على المجتمعات الدينية المتنامية. أحد الأهداف التي أعلنها إيمانويل ماكرون هو عكس هذا التوجه، أو على الأقل تغييره، تكتب لوموند. الرهان مضاعف. أولا، هناك فكرة مفادها أن المنظمات الإسلامية محمية من التبعية المالية من الوزن العقائدي والسياسي أيضا، مما يسمح بظهور إسلام متجذر في المجتمع الفرنسي. ثم هناك أمل في أن تكون المؤسسات الدينية بعد التخلص من هذا التدخل أكثر فعالية في التعامل مع المشكلات الملموسة، مثل بناء وإدارة المساجد أو تدريب رجال الدين، تعلق لوموند. دكتور، يعني تعليقك على نقول تنظيم عبادة المسلمين في فرنسا وموقف ماكرون. من الواضح أن ماكرون أمام مأزق كبير جدا فيما يتعلق بتداعيات وجود طبعا القضايا الدينية ووجود أعراق متعددة من الفرنسيين من دول عدة، ورغم أن وجود هناك منظمات وجمعيات هي تقوم برعاية هذه الأقليات الدينية أو هذه المجموعات، وكان هناك إشراف من بعض الدول السابق على يعني هذه المجموعات، ولكن يبدو أن ماكرون أمام معضلة، ضغوط سياسية داخل المجتمع الفرنسي، ضغوط خارجية، خوف من تجذر هذه القوى الدينية وتعمقها مع الوقت، ومن ثم قد تؤدي إلى تغيير مجتمعي وتغيير عقائدي، وقد تصل ذلك إلى جوانب سياسية ومتغيرات كبيرة في المجتمع الفرنسي. ولكن نعرف أن هناك حذر من ماكرون مع في هذا الملف، هو يريد هذه المعالجة، يريد إبعاد أي تدخلات أخرى أو عملية وجود إشراف خارجي، يريد هو أن يضع هذه النظم والقيود أو الأشياء التي تضمن عدم توغل هذه المجموعات الدينية أو تجذرها بشكل كبير جدا، بحيث توضع لها بعض المحددات التي تجعلها في إطارها الديني حتى لا تخرج إلى المستوى التغيير الاجتماعي والتغيير المنهجي والأخلاقي، وكذلك طبعا الخوف من السياسي في المستقبل. إذن الآن ماكرون يريد أن يضع مثل هذه القواعد وأن تكون تحت إشراف مباشر من فرنسا وليس عبر دول أخرى، حتى يضع هو قواعد معينة يضمن فيها أن تظل الممارسات الدينية في حدود الجانب الديني والحرية الدينية المقيدة بقوانين ونظم معينة
بعيدا عن تدخلات خارجية أو فتح المجال لهذه الجمعيات أو هذه التجمعات من أن تكبر حجمها وتمارس أدوار قد تكون لها تأثير على تغير منهجي وعقائدي وسلوكي في المستقبل داخل المجتمع الفرنسي. إذن هو الآن يريد أن يوجد مخرج وإعادة تنظيم خوفا من تغيرات قد تحدث في المستقبل، وهذا ما يتوقع أن يقوم فيه مايكرون خلال الفترة القادمة. نعم مشاهدينا، وصلنا إلى فقرة الكاريكاتير لهذا اليوم، لكن بعد الفاصل. كاريكاتير اليوم مشاهدينا من صحيفة شرق الأوسط. دكتور يوسف، تعليقك على هذا الكاريكاتير الذي كتب في أعلى صواريخ عابرة القارات الجديدة. نعم، طبعا نعرف الحقيقة أنه في طبعا طبيعة المتغيرات في العالم السابق أو ما نتحدث عن الصواريخ العابرة للقارات المحملة بالرؤوس النووية، والتي يعني قد تكون إطلاقها هو دمار لهذا العالم والتخوف من هذا الجانب، ولكن يبدو أن قواعد اللعبة قد تغيرت في العالم اليوم، فأصبح الحقيقة الحاملة الصواريخ أو ما نسميها نحن الصواريخ العابرة للقارات هي تتمثل في الصراع الاقتصادي، وأن اليوم أن الغزو أو الدمار هو دمار اقتصادي، والسائد في العالم الآن هو تكتلات اقتصادية وصراعات قوة كبيرة على مصالح اقتصادية، والخوف من أن هذه الصراعات تتحول إلى صراعات مؤثرة ويعني تؤدي إلى ضرب الاقتصاد العالمي، ويعني تعبر هذه القارات بتأثيرات كبيرة ممكن تنعكس خصوصا نحن في ظل الجائحة وتغيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي. إذن طبيعة الصراع القادم والصواريخ العابرة هي نشاط اقتصادي وتأثير اقتصادي وكذلك حرب اقتصادية قادمة كبيرة جدا في العالم بين أطراف وقوى متعددة. أصبح العالم يرى شكل التكتلات وتأثيراتها المستقبلية بين هذه الدول. الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. طال عمرك. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقيكم في حلقة الغد في أمان الله.